السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سنولة كمبيوتر، إعداد وتقديم إبراهيم عبد الحميد. رقم التليفون 0-17-52-72-96، جمهورية مصر العربية. الإيميل firstyear_1988@yahoo.com. إهداء إلى جدتي رحمه الله، إلى كل الذين أحبوني وكل الذين أحببتهم، يحشر المرء مع من أحب. استكمال باقي حلقات السلسلة ابحث في جوجل عن سنة أولى كمبيوتر، جميع الحلقات موجودة على موقع تعلم من على جوجل. برضو لو انت عايز تدخل على تعلمه وتكتب كلمة تعلمه هيطلع لك جوجل، هيطلع لك في جوجل موقع تعلمه، تدخل على موقع تعلمه هتلاقي جميع الحلقات ان شاء الله. النهاردة الحلقة بتاعتنا بعنوان ادوات النظام ومدير المهام. ادوات النظام اللي هي بيسميها سيستم تولز بالانجليزي، سيستم تولز ادوات النظام، ومدير المهام اللي هو ويندوز تاسك مانجر. الويندوز تاسك مانجر يعني مدير مهام الويندوز، مدير مهام الويندوز او مدير مهام النظام بتاعك. اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده في عجاله شديده، الموضوع بالظبط هو ان احنا عايزين نتكلم على حاجات بتساعدنا على صيانه الجهاز والتحكم فيه اكتر، متابعه ادائه بشكل احسن ومعالجه مشاكله برضه. يعني الحاجات دي كلها حاجات مهمه للناس بس مش شاعة الاستخدام. اول حاجه هناخدها اللي هو الويندوز تاسك مانجر. الويندوز تاسك مانجر ده لما بحب اجيبه واجيبه ازاي، بضغط على كنترول الت ديليت، كنترول بصابع والت بصابع تاني، انا كده ضغط على زرارين وديليت بعده يطلع لي الويندوز تاسك مانجر اهو، كويس. طيب لو عايز اجيبه بطريقه تانية، هنا كليك يمين اجيبه من هنا، كليك يمين على الايه، على التاسك بار اللي تحت، كويس. بدأ الويندوز تاسك مانجر هلاقي فيه اكتر من تاب، منهم تاب بتاع الابليكيشن، منهم تاب بتاع البروسيسز، منهم تاب بتاع البرفورمانس، منهم تاب بتاع النتوركينج، منهم تاب بتاع اليوزر. اليوزرز والنتوركينج مش مهمين قوي، كويس. فاحنا بنتكلم في الثلاثه الاولانيين اللي هم الابليكيشن والبروسيس والبرفورمانس، كويس. تمام. دلوقتي في اول حاجه عايزين ناخد بالنا منها، ان هنا الابليكيشن فاول تاب من التابات اللي احنا هنستعرضها. الابلكيشن يعني كل الابلكيشن، كل التطبيقات اللي انت فاتحها في الجهاز، بمعنى اي حاجه انا بفتحها في الجهاز بتتحط هنا، كويس. الاداه دي اداه قصريه للغلق، بمعنى ان انا لما انا اكون عاوز اقفل حاجه مش راضي تقفل بقفلها من هنا، بقى من الكنترول الت ديليت واقوم قافل. لو برنامج رزل مش راضي يقفل، انا عمال اخرج منه مش راضي يخرج، لو لعبه رزله مش راضي تخرج، لو اي حاجه من الحاجات دي بعمل كنترول الت ديليت، تقوم ايه، تقوم ده جاي البتاع دي من ابلكيشن هلاقي اسمه واعلم عليه واقوم ايه، واقوم قافل. يعني مثلا انا لو فتحت الاكسل اهو، بقى موجود عندي ايه، مايكروسوفت اكسل بوك 1، كويس. لو فتحت واحد كمان بقى عندي مايكروسوفت اكسل بوك 2 وبوك 1 بوك 2، كل الحاجات دي. هتقول لي طب انت كده فاتح ثلاثه وهم اثنين، هقول لك ما هو واحد البرنامج واثنين التطبيقات بتاعته. المهم نيجي بقى، واحد يقول لي طب لو فتحت بقى الكمبيوتر هتظهر؟ ظهرت برضه. طب لو دخلت جوه حاجه، ماي دوكيومنتس مثلا، ودخلت جوه هنا دي مثلا، لو دخلت جوه تعليم كمبيوتر مثلا، تعليم كمبيوتر اهو، يبقى الفايلات حتى اللي انا بفتحها والفولدرات كمان بتبقى موجوده هنا. اي حاجه انا بشتغل عليها بيبقى موجود لها تاسك هنا، بيبقى موجود لها تاسك هنا. قصاد كل تاسك من التاسكس ديت مهمه من المهام اللي بينفذها الويندوز تاسك مانجر. ان الويندوز تاسك مانجر ده عايزين نفهم معناه هو المدير التنفيذي، معنى ادق هو المدير التنفيذي بتاع الجهاز.
يعني زي ما انت بتروح اي شركه او تروح اي مكان في مدير تنفيذي، يعني في واحد مسؤول عن تنفيذ الموضوع ده، كل الناس اللي بينفذه تحت قيادته، كويس؟ فهو ده اي برنامج بيشتغل بينفذ حاجه بيبقى تحت الويندوز تاسك مانجر. فالمفروض ان الويندوز تاسك مانجر ده يعرف يقفل اي برنامج. احيانا الجهاز بيهنج كله والويندوز تاسك مانجر نفسه ما بيشتغلش، ما بيبقاش البرنامج مهنج. في فرق بين حاجتين، لما الجهاز يهنج الويندوز تاسك مانجر نفسه مش هيسمع كلامك، الجهاز نفسه اللي هنج، انما لما يكون برنامج مهنج الويندوز تاسك مانجر يقدر يقفل. كويس، دلوقتي انا عايز اقفل ده، قوم ضغط عليه قوم عامل اند تاسك، قفل ولا ما قفلش؟ قفل. بوك 2، بوك 1، يبقى ده الجهاز قفل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لما قفلت بوك 1 وده كان اخر تطبيق مفتوح، فقام قافل البرنامج الاكسل نفسه. فكده عرفنا اول حاجه في الابلكيشنز وازاي بنشتغل عليها، قلنا ان احنا الحاجه اللي احنا فاتحينها وعايزين نقفلها اهي ممكن نقفلها من هنا. طبعا ممكن نقفلها من هنا وده القفل العادي بتاعها، انك تقفل اي حاجه من زرار الكلوز بتاعها. ما بقولكش انك تقفل على طول من تاسك مانجر، لا ده طبعا غلط، صح انك تقفل من هنا، لما من هنا اتعلم وتضغط اند تاسك. كويس، فائده الويندوز تاسك مانجر في الخاصيه دي ايه في موضوع الاند تاسك؟ البرنامج اللي بيهنج زي ما قلنا، البرنامج اللي بيهنج اول ما تعمل تجيب الويندوز تاسك مانجر بانك تضغط على كنترول والد وديليت، ثلاث زراير دوت كنترول والد وديليت. فائدة الويندوز تاسك مانجر ان هو هيقفل لك الحاجات اللي قدامها في الحاله بتاعتها مكتوب نوت ريسبوندنج، نوت ريسبوندنج يعني البرنامج دلوقتي راننج، راننج اللي قدامك ديت يعني شغال، البرنامج شغال سليم مفيش فيه مشكله، او الحاجه اللي انت فاتحها دي شغاله بشكل سليم، اللعبه البرنامج الفيديو الصوت اي حاجه انت فاتحها شغاله بشكل سليم، هي كاتب لك راننج. لو عامله مشكله او او هي متهنجه او مهنجه الجهاز هيكتب لك عليها ايه؟ نوت ريسبوندنج، ساعتها هتعلم وتضغط اند تاسك. كويس، ما احنا كده عرفنا اول حاجه في الموضوع ده. كمان في زرار هنا اسمه نيو تاسك، اللي هو لو انت حابب تخش على الرن البتاع ده هي كرييت نيو تاسك، ديت نفس البتاع اللي هتلاقي تحت في الرن بتكتب عليها ايه؟ الاوامر. اهو هو ده هو الرن بالظبط، نيو تاسك ده هو الرن. بالنسبه بقى للبروسيسز، البروسيسز دي هتلاقي اسف هتلاقي ال هتلاقي البرامج اللي مكتوبه قدامك ديت والحاجات ديت هي الحاجات اللي بتتعامل مع الجهاز كله، يعني الحاجات ديت هي الحاجات اللي الجهاز فاتحها عشان يشتغل، بمعنى ادق ديت حاجات تبع الويندوز وتبعك انت وتبع الكروت وتبع تبع كل حاجه، ان في حاجات تبع الجهاز، لا مش تبع الكروت يعني، بس قصدي ايه كلها برامج وحاجات اساسيه لان الجهاز يشتغل. كويس، اضافه لبعض الحاجات التانيه، اول حاجه هتلاقي في حاجات مكتوب قدامها سيستم، سيستم دي يعني الويندوز هو اللي جايبها، الويندوز هو اللي مشغل الحاجات دي. لوكال سيرفيس برضو دي تبع البتاع، نتورك سيرفيس دي تبع الشبكه، نتورك سيرفيس دي تبع الشبكه. كويس، دي كل الحاجات دي برامج دي. الفيروسات احيانا بتشتغل هنا، يعني في فيروسات بتشتغل هنا، فانت لو عارف اسم الفيروس كويس اللي عندك وحد قال لك مثلا ان انت عندك الفيروس باسم الفلاني، الفيروس غالبا برضه بيبقى امتداده دوت اي اكس اي، دوت اي اكس اي يعني ملف تنفيذي، ملف تنفيذي يعني بيعمل غرض معين، يعني اي برنامج انت بتشغله اي اغلب اللعب الكبيره بيبقى الفايل اللي بيشغلها اللي هو دوت اي اكس اي اللي هو برنامج تنفيذي. كويس، يعني ايه برنامج تنفيذي؟ يعني برنامج بينفذ حاجه معينه عن طريق مجموعه تانية من البرامج، يعني جواه شويه برامج تانيين فهو بيوفق ما بينهم ويشغلهم مع بعض. المهم فده برنامج ال اكس اي. لو بعض الفيروسات تلاقي هنا بقى مكتوب لك هنا مثلا اسم الفيروس 5 6 7 10 مرات، ان هو الفيروس مفتوح كذا مره بيفتح نفسه وبيبدا يتكاثر عشان يبدا يهنج لك الجهاز، فانت ممكن تقفل من هنا الايه الفيروس وتقلل اثره عن طريق الحكايه دي. طبعا بالحكايه دي مش هتشيل الفيروس بس هتوقف نشاطه، ممكن بعد ما انت ترجع تقفله الفيروس يكون بيعرف يعمل ريستارت نفسه يشغل نفسه تاني، بس دي معلومه على ماشي كده في الموضوع ده. فده برضو لو انت عارف برنامج من برامج عايز تقفله، يعني مثلا اقول برنامج ايه الحاجات اللي مكتوب قدامها سي 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 ديت، ده اليوزر نيم بتاع الجهاز بتاعي، يعني اليوزر نيم اللي انا عامله، مش اللي انا عامله، اللي الراجل عامله للجهاز وقت ما انا كنت شاري كان اسمه سي سي سي. فدلوقتي مثلا انا عايز الغي برنامج كامتاسيا، شوف هو كاتب لك برنامج كامتاسيا اللي احنا بنسجل بيه الحلقات ديت، هو مسميه كام ريكوردر،
ان كام ريكوردر هو شغال، البرنامج اللي بيسجل حلقات في كامتاسيا اسمه كام ريكوردر. فانا لو عايز اقفل دلوقتي اقوم اعلم على كام ريكوردر ده هو شغال واقوم ضغط عليه. بس ايه اللي هيحصل لو انا عملت كده؟ المشكله اللي انا جربت ده قدامك ان الحلقه دلوقتي هتبوظ او الحلقه مش هتسجل اصلا. دي حاجه. هتلاقي هنا الواي ام اس جي ار اللي هو الياهو ماسنجر، لو انا عايز اقفل الياهو ماسنجر مش راضي يقفل، اقفله من هنا. هنا الياهو ماسنجر مفتوح تحت اهو، ظهره اهو، هو ده. لو انا عايز اقفله ممكن اقفله كمان من البروسيسز من هنا، ممكن اعمل من هنا اند بروسيس عشان اقفل العمليه اللي بتتم. يبقى ديت التاسكس اللي بيعملها الجهاز، المهام هي هنا العمليات اللي بتتم. ممكن الجهاز يكون زي ما انت شايف كده بيعمل كذا بروسيس بس ما بيعملش ولا تاسك، بمعنى ان الجهاز مش فاتح حاجه، الجهاز شغال بس مش يعني الجهاز موجود شغال متقاد بمعنى ادق. انما ايه الابلكيشن اللي انت مشغلها؟ ايه الفايده اللي انت بتستفيدها منه؟ مفيش حاجه. بس عشان الجهاز يشتغل اصلا لازم حد ادنى من العمليات اللي هو اللي موجود هنا ده يكون شغال. خلاص؟ يبقى احنا فهمنا الموضوع والفرق ما بين العمليه والتاسك او المهمه اللي الجهاز بيأديها لينا. يعني العمليه دي حاجه الجهاز بيعملها عشان خاطر نفسه. انما التاسك دي حاجه الجهاز بيعملها عشان خاطرك انت بتستفيد منها. كويس؟ بعد كده البرفورمانس. لو دخلنا هنا على البرفورمانس هنلاقي ان السي بي يو ده بقلبين، السي بي يو اللي هو البروسيسور يعني سنترال بروسيسنج يونت زي ما خدنا قبل كده بقلبين، فنلاقي موجود له خانتين، خانه هنا وخانه هنا. كويس؟ يبقى ده منه بقلبين فموجود له خانه هنا وخانه هنا. لو لقيت خانه واحده زي ده اهي فوق برضه، لقيت خانه واحده زي ده اهي كلها على بعضها حته واحده، يبقى البروسيسور بتاعك بقلب واحد. فالبروسيسور ممكن يكون بقلب او بقلبين، طبعا بقلبين احسن من بقلب واحد لان القلبين بيبدلوا على بعض بيساعدوا بعض. كويس. انا ببص على الموضوع دوت على الرقم ده مثلا على كام في المية، ده بيوضح لي النسبة المئوية لان انا شاغل البروسيسور بنسبة قد ايه. فانا شاغل البروسيسور مثلا بنسبة 44 47، وهنا ال بتاع الهيستوري بتاع الموضوع ده عامل لي بتاع كده زي رسم القلب. هي ديت ده تقريبا رسم قلب الجهاز، رسم قلب الجهاز او زي رسم المخ، رسم مخ الجهاز. كويس؟ لان البروسيسور زي ما احنا عارفين بيعتبر هو مخ الجهاز، فانا بتابع ادائه. لو حصل مشكله في الموضوع ده ووصلنا لان السي بي يو قعدت 100% لفتره زمنيه طويله الجهاز هيهنج، يعني السي بي يو يوسج اللي هنا ديت استخدام السي بي يو وصل ل 100% وقعد فتره زمنيه طويله كان واحد شغال بكل طاقته. فلو وصل لها 100% وبعدين رجع نزل تاني مفيش مشكله. انما لو وصل لها ومش عارف ينزل الجهاز هيهنج، الجهاز هيهنج وتلاقي اداؤه بيطئ معاك وبتاع. لو كان واصل ل 100% نتيجه انك مشغل برنامج تقيل قوي بس البرنامج شغال خلاص مفيش مشكله، وقت ما تقفل البرنامج المشكله دي هتتحل. انما ممكن يوصل لها نتيجه انك فاتح برامج كتير وانت مش عارف تقفلهم، ففي الحاله دي مفيش حل غير انك تقفل البرامج ديت لو ما عرفتش يبقى تعمل ريستارت للجهاز. او ممكن يكون من الفيروسات ممكن ترفع السي بي يو يوسج اللي هو ايه تتراكم على السي بي يو تخليه يعمل عمليات كتير فما يبقاش ملاحق على الاوامر. البروسيسور بيعمل اوامر بتوصله من الجهاز، هو ده المعالج يعني ده الجزء اللي بيفكر في الجهاز، فبيوصل له امر ان انت عايزينك تعمل كذا عايزينك تعمل كذا. هو اكتر واحد شغال في الجهاز، حتى البروسيسور اكتر جزء بيسخن في الجهاز. كويس؟ عشان كده له مروحه خاصه بيه زي ما احنا شفنا في الحلقات اللي قبل كده. فعلشان كده بما انه اكتر واحد بيشتغل وبانه مخ الجهاز فلازم نراعي الموضوع ده اكتر ونهتم بالبروسيسور في الموضوع ده. في طريقه بسيطه جدا، لو انت عايز لو انت بتشغل برامج كتير مع بعض وعايز تضمن ان ما يحصلش مشكله في الجهاز وانت شغال، بمعنى ان اول ما يحصل مشكله في الجهاز تاخد بالك. لو نزلنا دي كده هتلاقيني ايه؟ هتلاقيها ظاهره هنا عندي على الايه؟ في السيستم اري او في النوتيفيكيشن اريا دي. كويس؟ في السيستم تري مش اري. لو ضغطنا على ضغطتين هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقيها طلعت تاني ويندوز تاسك مانجر. طب انا عامل الموضوع ده ازاي؟ من اوبشنز هتلاقي هنا ايه؟ اولوز ان توب مينيمايز اون يوز هايد وين مينيمايز. هي هايد وين مينيمايز دي. لو انا رجعته كده الاقيه اختفى. لا
انا اشيلهم كلهم. لا ده عايز يتقفل. اه كده ايوه. من اوبشنز بقى عشان الخاصيه اللي انا بقول لك ان حتى لو قفلت التاسك مانجر يتنيه جنبك هنا، حتى لو قفلته هتلاقي ده هايد وين ماكس. انا نسيت ولا ايه؟ ايوه هي هاي دون ماس، بس انا كنت بضغط عليها غلط. بص انت دلوقتي وانت بتعمل الجهاز مينيمايز، وانت بتعمل قصدي للويندوز مينيمايز، الزرار بتاع مينيمايز ده وماكسمايز ده وال اسمه ايه والكلوز ده، فانا وانا بعمل الجهاز مينيمايز بقوم منزله، بيقوم نازل لي هنا في التاسك ايه، في التاسك بار، انا عايز اعمله مينيمايز بحيث ان هو ينزل هنا، بحيث ان هو ما يخلنيش وهو موجود هنا يبقى جنبي بس هنا، فبقول له هنا في الاوبشنز هايد وين مينيمايز، يعني ايه اخفيه من قدامي، ما يبقاش قدامي بس يبقى شغال في الخلفيه، الحاجات اللي شغاله في الخلفيه بتبقى موجوده هنا، يعني مثلا كامتاسيا او ريكوردر ده شغال في الخلفيه، الويندوز تاسك مانجر شغال في الخلفيه، فانا طول ما انا مشغل الجهاز بقوم جايب الويندوز تاسك مانجر وعامل له هايد وين مينيمايز ديت نتعلم قدامها صح، واقوم ضاغط على المينيمايز من هنا فيبقى شغال في الخلفيه، وهو شغال في الخلفيه ايه اهميه ده؟ ان انا على طول متابع ان انا مشغل برنامج 2 3 4، اول ما الجهاز احس ان انا تقلت عليه وان السي بي يوسج ديت اخضرت كلها وان قربنا من 100% او طولنا قوي، ابدا اقفل في الحاجات اللي متفتحه واللي ملهاش لازمه، فدي بتمثل لي متابعه دوريه للجهاز خليني اخد بالي. طبعا تحت هتلاقي كل انواع الفيزيكال ميموري والميموريز اللي شغاله في الجهاز ومليون نوع، برضو تحت البيج فايل يوسج ديت ما تعلاش، يعني وهي موجوده هنا اهي، شوف دي قليله اهي، لو طلعت لفوق الجهاز كل ما البتاعه دي بتطلع لفوق الجهاز بيبدا يزداد بطء ويهن كويس. عند بعض الناس تلاقي ديت مثلا هنا 374 ميج، ده الوضع الطبيعي بتاعها، عند بعض الناس تلاقي بقت جيجا ونص او حاجه زي كده او 2 جيجا، عليت قوي، فمعنى كده ان هي اصلا بدات تخرف، يعني الجهاز اعتبرها حمل زياده قوي عليه، فالبيج فايل يوسج هيستوري ده بيعلى قوي، ففي الحاله ديت ايه الجهاز بيهنج خالص كويس. كمان في حاجه تانية هنا، ان من الشوت داون ده انا ممكن اختار اي حاجه انا عايز اعملها للجهاز، ستاند باي، هايبر نت، تيرن اوف، ريستارت، لوج اوف، سويتش يوزر، كل الحاجات اللي انا بعملها من قائمه ستارت من هنا ومن هنا ممكن اعملها ايه من هنا، اذا كان الجهاز مش راضي يقفل، اذا كان الجهاز ما بيسمعش كلامي على طول بجيب له الويندوز تاسك مانجر، لانه بالظبط زي ما يكون الكبير بتاع كل البرامج بتاعت الجهاز دي كويس. دي اول حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة اللي هو مدير المهام. بعد كده نخش على ادوات النظام، نقفله كده ولا نعمله من مايز؟ نعمله من مايز اهو موجود تحت جنب اهو، نضغط على ستارت اول بروجرامز اكسسوارز سيستم تولز، ديت هي ادوات النظام. ادوات النظام عندي كذا اداه لادوات النظام، الباك اب، الديسك كلين اب، الديسك ديفراجمنتر، الفايلز اند سيتنجز ترانسفير ويزر، السكيدول تاسكس، السكيورتي سنتر، السيستم انفورميشن، السيستم ريستور. كويس قوي الحاجات دي، لو الحلقه دي ما كفتش او الحلقه طولت هنعمل لها ايه جزء تاني. الموضوع بقى ان اول حاجه فيهم الباك اب، ايه هي الباك اب؟ لو ضغطنا على من سيستم ديت، ضغطنا على الباك اب زي ما شفنا هنا تاني، هي اول بروجرامز اكسسوارز سيستم تولز، وجبنا الباك اب من هنا ضغطنا عليه، ادي الويزارد، ويزارد يعني معالج، يعني ايه معالج؟ يعني شاشه فيها نيكست 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 اي اجري اي اكسبت، اللي هي زي بتاع التسطيب كده، الشاشه دي بتختصر على الموضوع، بدل ما انا اقعد اجيب حاجات صعبه وحاجات مش عارف ايه، دي بتختصر على الموضوع كويس.
كنا وصلنا لحد الباك اب او اللي هو الريستور ويزارد ديت، بس انا كنت نسيت اقول تاريخ النهارده، هقوله حالا واقوله في الاخر. النهارده الجمعه 4 ديسمبر 2009، 17 ذو الحجه 1430 هجري. دلوقتي وصلنا لموضوع الباك اب. يعني ايه باك اب؟ يعني نسخه احتياطي، يعني انا عاوز اعمل نسخه احتياطيه من شويه ملفات عندي على الجهاز، بحيث ان انا بعد كده اقدر استرجعها. بمعنى باك اب ده بترجع له الشركات، او كانت بترجع له زمان ولسه بترجع له دلوقتي، بس بنظم احدث من النظم اللي احنا هنستخدمها دلوقتي، اللي هو تعمل كل الفايلات اللي موجوده بتاعت العملاء وبتاعت الوكلاء والحاجات اللي زي ديت، تعمل نسخه احتياطيه منه. فانت بتعلم على الموضوع وعلى الحاجه اللي انت هتعملها زي ما نشوف حالا، وتعمل لها باك اب. هنشوف الموضوع ده. انت عندك طبعا ادفانسد مود، ده ادفانسد شويه، ممكن تعمله من هنا ومن هنا. اللي هو الويلكم، ممكن تجيب الباك اب بتاعنا العادي، يعني قصدي ان في كذا تاب، الويلكم الاولاني وبعدين الباك اب نفسه وبعدين الريستور وبعدين السكيدول جوبز. الويلكم بقوم جايب الباك اب ويزارد اللي هي اللي انا كنت فاتحها من شويه دي او زيها. الريستور لو انا عامل ملف باك اب وعايز افكه، هنشوف حالا الموضوع ده. الباك اب لو انا عايز اعمل باك اب لحاجه معينه، بعلم على هنا وابدا اعمل لها باك اب. الريستور مانج ميديا برضو لو حاجه معينه معمول لها باك اب وانا عايز افك الباك اب بتاعها. السكيدول جوبس، الحاجات دي كلها انا بستعدها استعداد سريع لانها سهله، بتضغط على حاجه ضغطه وتكمل. لو انا عايز في تاريخ معين ابدا اعمل باك اب، فبقول له اد جوب اليوم كذا في تاريخ الفلاني كذا ان انا ابدا اعمل لها باك اب. هنقفل الموضوع ده كده، نضغط على ستارت، اول بروجرامز، اكسسوارز، سيستم، تولز، باك اب تاني، نيكست. احنا طبعا لو رجعنا هنا هنلاقي الادفانسد مود. انا بقول ان احنا بلاش نشتغل على الادفانسد مود، الادفانسد مود فيه تفاصيل كتير احنا مش محتاجينها، احنا محتاجين نعمل باك اب نسخه احتياطي لفايل معين. فلو ضغطنا عليه نيكست كده وقلنا مثلا باك اب فايلز اند سيتنجز، نيكست، وبعدين هقول له هيديني اكتر من اختيار. اول اختيار فيهم بيقول انت عايز تعمل باك اب، يعني عايز تعمل نسخه احتياطيه من نسخه احتياطيه، زي ما قلنا نسخه احتياطيه احطها على جنب او انسخها على الاسطوانه، بحيث ان لو الجهاز جرى له حاجه، لان طبعا الهاردات في الشركات الكبيره لو اتحرقت الداتا اللي عليها والفايلات المهمه دي هتروح، فالشركه هتفقد بيانات كتير، فهتحل الازمه دي زي بتعمل باك اب اللي احنا بنقول عليه اللي هو نسخ احتياطي. ماي دوكيومنتس اند سيتنجز، ممكن تحفظ السيتنجز والدوكيومنتس بتاعتك، كل حاجه على الجهاز، افري دوكيومنت اند سيتنج، مش دي مش كل حاجه على الجهاز، كل الدوكيومنتس اللي موجوده على الجهاز بتاعت اي شخص بيتعامل مع الجهاز. اول انفورميشن اون ذيس كمبيوتر، اول انفورميشن بيسيب لك كل اللي على الجهاز، بس مشكلته ان هو بياخد وقت كتير. ليت مي تشوز، هو ده اللي احنا هنعلم عليه اللي هو ايه، سيبني اختار. اقول له نيكست، هيفتح لي شاشه يقول لي انت عايز تعمل باك اب ازاي. اقوم ضغط انا عليها كده اهو، اقوم فاتح ديت واقوم داخل على الدي. كويس، اقول مثلا ان انا عايز اعمل باك اب للفايل بتاع الاتش بي 50 ده. كويس تمام، واقوم ضغط عليه معلم قدامه صح عشان اعمل باك اب، واقوم بعد كده ضغط ايه نيكس. هيقول لي اعمل باك اب فين، اقول له على الديسكتوب، اختار كده من براوز او مختار ديسكتوب. كويس، يبدا يعمل باك اب، فينيش، هيبدا يعمل باك اب. دلوقتي هو عمل ايه؟ عمل لي فايل الباك اب، الفايل ده هو الفايل بتاع الباك اب. يعني عمل ايه بالظبط برضه؟ يعني خلالي الفايل بتاع اللي احنا عملناه الباك اب بتاع الاتش بي 550 ده، خلاه لي في صوره ثانيه، في صورة محمية، في صورة زي الصورة دي. طيب ايه ميزة الباك اب؟ ميزة الباك اب بقى ان انا ممكن بكون اتعلم صح قدام ال اتش بي 550 بس، وانت عامل قدام اربع خمس عشر حاجات. الاربع خمس عشر حاجات دولت هيخليهم لي كلهم فايل واحد، هو الفايل بتاع الباك اب برضه. طبعا الفايل بتاع الباك اب ده لو انا عايز اغير اسمه غير اسمه عادي. كويس؟ طب ايه ميزة ده؟ ان انا الداتا كلها بتاعت الجهاز ممكن اخليها في فايل واحد. كويس؟ بس طبعا محتاج الموضوع ده وقت. طبعا بيقول الباك اب كومبليت ان هو خلص وكده، في ريبورت هنا لو عايز اقراه عن الباك اب وايه اللي حصل وخد كام ثانيه ومش عارف ايه. نقفل كده، ده الباك اب. لو انا رحت
انا مش مصدق ان الباك اب ده مهم. فنعمل تجربه عمليه، نخش على الاتش بي 550 ده ونشيله خالص دلوقتي. خلي بالك انا حذفته من على الجهاز قدامك، مفيش اتش بي 550، مش موجود اهو قدامك كويس. بعمل بعد كده بقى ريستور للباك اب، بمعنى ان انا عندي فايل باك اب لل اتش بي 550 نسخه احتياطيه منه، جوه الفايل ده اهو في الاتش بي 550 بس هي موجوده في صوره تانية اللي هي صوره الباك اب. انا عارف الموضوع غريب شويه بس انا عشان كده بحاول اكرر عشان الناس تتعود عليه. هقوم داخل له هنا واقول له اول بروجرامز برضو اكسسوارز وسيستم تولز باك اب نيكست وريستور فايلز اند سيتنجز نيكست. هاجي اقول له براوز، هيقول لي الباك اب فايل الباك اب، خلي بالك ان الامتداد بتاعه بي كي اف اهو. ممكن اقول له براوز برضو لو انا مش مصدق، واضغط على هنا على الباك اب بايدي واقول له اوبن اوكي كده، اختار الباك اب اللي هو الفايل ده اهو، اقوم ضغط له بعد كده نيكست. اقوم ضغط له ده كده واقوم ضغط له نيكست هنا اهو. ايوه، ايه اللي انا عملته هنا بقى؟ ان الفايل ده اهو، طبعا انا مني كنت عامل 3 4 مرات باك اب قبل كده، هما موجودين هنا كويس. لو احنا عايزين نعمل لهم ديليت اهو، ده اخر باك اب اللي انا عامله النهارده حالا، عامله حالا قدام حضراتكم ده. فانا بضغط على العلامه اللي جنبه علامه الزائد ديت، وبضغط على علامه الزائد دي تاني، وبعدين بعلم صح هنا ان انا هفرد الباك اب ده، يعني هرجع الفايل في قلب فين؟ في قلب، بدل ما ارجعه ديسك توب هرجعه في قلب الدي. خد بالك معايا دلوقتي، احنا لو دخلنا على الدي مش هنلاقي الاتش بي 550 خلاص. نيكست فينش. لو لاحظت هتلاقي الاتش بي 550 رجع تاني، يبقى انا كنت عملت نسخه احتياطيه من حاجه. ده بيحمي لي بقى الجهاز كله، لو انا عندي جهاز او هارد مثلا عليه 100 جيجا حاجات، وال 100 جيجا دوت مهمين بالنسبه لي قوي، فبخليهم في فايل واحد. بس مشكله الفايل ده ان هو هتبقى مساحته كبيره برضه، لان الباك اب مش وظيفته الضغط، لكن وظيفته ان هو يعمل نسخه احتياطيه. لو دخلنا على الاتش بي 550 هنلاقي الفايل اللي احنا كنا حذفناه رجع عن طريق موضوع الباك اب. فالباك اب ده حاجه مهمه بس للاسف مش شائعه في استخدامنا كمستخدمين عرب. يبقى احنا النهارده خدنا الحلقه ديت، خدنا فيها التاسك مانجر والباك اب، التاسك مانجر والباك اب حاجتين بس مؤقتا، هنبقى ما نبقى نكمل السيستم تولز الثانيه في وقت لاحق. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.